راح أجي أستخدم طريقة المشلول، رفعنا المصدر منه عوضنا عنه سلك، راح أجي صار هنا عندي لوب أول وهذا لوب ثاني وهذه لوب ثالث، مش أولى مش ثانية أو مش ثالثة. بس بالنسبة للمش الأولى المعادلة كالآتي: 8 ناقص جي 8 آي 1 هذه معادلتها، 8 زائد جي 10 ناقص جي 2 فصل 8 زائد جي 8 آي 1 بالنسبة لل جي 10 دي يمر بها الآي 3 فناقص جي 10 آي 3 هذه، وبالنسبة للجي 2 ناقص جي 2 مر بها آي 2 فصارت ناقص ناقص جي 2 آي 2 اللي هي هاي، فصارت هاي المعادلة. زين بالنسبة للمش الثانية اللي هي يمر بالنسبة للتيار الثاني، ايش راح يصير عندي؟ 4 ناقص جي 2 ناقص جي 2 فأربعة ناقص جي 4 آي 2، وهذه الناقص جي 2 اللي يمر بها آي 1 اللي هو عكس الاتجاه فناقص ناقص جي 2 آي 1 عفوا آي 1، وبالنسبة لي ناقص جي 2 تصير ناقص ناقص جي 2 آي 3. قلنا علامة السالب حطيناها لأنه التيار الأساسي بالنسبة للمش مثلا هنا هو 2، لكن التيار الأول معاكس إلى بهذه الاتجاه بهذه الممانعة، التيار الثالث معاكس الاتجاه التيار الثاني بهذه الممانعة، وهي أساسا قيمة الممانعة سالب، فسالب في سالب موجب، ونفس الشيء بالنسبة للحالة الثانية. هسه هاي المعادلة الثانية. زين من نفس المش اللي موجودة عندي مش 3 أقول إنه الآي 3 هو نفس قيمة الكارنت سورس اللي قيمتها 5 أمبير.